Thank you.
يسقط الاستعراض العسكري بتقدم الفرسان. القوى الضاربة الرئيسية في فترة المقاومات الشعبية، ويمثله أفراد الفوج 11 للخيالة والمواكبة لقيادة الحرس الجمهوري، ويقوده المقدم البح حمار. ما الخيل إلا كالصديق قليلة، وإن كثرت في عين من لا يجرب، إن لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. وفي الخيل عزة لا يستطيع الإنسان أن يفهمها، إنها تحزن ولا تبوح، وتتألم ولا تنكسر. إذا نادى إلى الخيل المنادي أسود فوق أظهرها تجيب، وعقبان إذا دارت رحاها، ونار يرتوي منها اللهيب. ومقارعة العدو لمدة فاقت 7 سنوات وتكبيده الخسائر الفادحة وإجباره على الخروج صاغرا من أرضنا واسترجاع سيادتنا الوطنية. نسور الجو لشاوس وفاء منهم للعلم الوطني رمز الأمة ووحدة أجبال الأمة بالبليدة، وهم من يمثلون ذخيرة الأمة
وسر القوة والتجدد فيها، والذين يقع على كاهلهم حماية مكاسب الأمة في الليالي الحالكات. وفي الأجواء يشاهدون تقدم سرب لطائرات القوات الجوية مكون من 19 طائرة للتدريب القاعدي من طراز فرناس 142، وخمس طائرات للتدريب القاعدي لطيران النقل. يلي مربع أشبال الأمة مربع القوات البرية، ويقوده العقيد العربي رفقة الرائد كنكوب أحمد، ويمثلانه طلبة الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هوارب مدين، وضباط تطبيق المدرسة العليا للمشاة الذين يمثلون مكان الواسطة من العقد في جميع التطورات التي شهدها الجيش الوطني الشعبي. ويقوده المقدم ميران ياسين، ويمثله طلبة وطالبات المدرسة العليا لتقنيات الطيران بالدار البيضاء والمدرسة الوطنية لتقنية الطيران بالكويدة، وهم مثل الصقور حادة المخالب التي تختزل الوطن في ذاتها وتمثل مجد الجزائر الدليل وماضيها المجيد. قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، ويمثله طلبة وطالبات مدرسة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بقيادة المقدم نوار حسان، وهم يمثلون بسلاحهم المظلة التي تغطي سماء الوطن من كل مباغت بيقظتهم المستمرة وأسلحتهم التي لا تخطئ الهدف. يعقبه مربع القوات البحرية، ويمثله طلبة وطالبات المدرسة العليا البحرية، ويقوده العقيد بن عوالي غالي، وكل واحد منهم يمثل الربان الذي يقهر الصعاب ويمخر العباب، وهم الإباء والشهامة وعزة الوطن والكرامة. يمر الآن أمام المنصة الشرفية مربع قيادة الدرك الوطني، ويمثله طلبة وطالبات المدرسة العليا للدرك الوطني، ويقوده المقدم حديد ربيع، وهم من يسهرون على أمن المواطن وممتلكاته. يعقبه مربع المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، ويقوده المقدم حاجي جمعي، ثم مربع المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، ويقوده المقدم غيلي مصطفى، ويمثله طلبة وطالبات المدرسة الوطنية التحضيرية الذين هم للوطن حصانة وللأجيال أمانة. هم خريجي مدرسة الصمود التي أرست قواعدها الدولة الجزائرية.
أعضاء المديرية المركزية للعتاد، ويمثله طلبة وطالبات المدرسة العليا للعتاد، ويقوده الرائد بن لزاك عبد الرؤوف، وهم الذين لهم اليد الطولى في المحافظة على عتادنا ومعداتنا وصيانتها. يعقبه مربع دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، ويقوده المقدم حناش نبيل، ويمثله طلبة وطالبات المدرسة العليا للإشارة، وهم من يكونون عصب المعركة الحديثة لمختلف الأسلحة. مربع المديرية المركزية للصحة العسكرية، ويقوده المقدم ممنين محمد، ويمثله طلبة وطالبات المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، وهم من يحافظون على صحة وسلامة أبناء قواتنا الباسلة إذا ما لاحت شعاعا واشتد أوارها. يعقبه مربع المديرية العامة للأمن الوطني، ويقوده عميد الشرطة غول زكريا، ويمثله طلبة وطالبات مدرسة الشرطة للأمن الوطني، وهم من يضمنون الحماية. ثم مربع المديرية العامة للحماية المدنية، ويقوده النقيب سليسي محمد، وهم من يمثلون العين الصائرة لحماية المواطنين والممتلكات خلال الطوارئ وإسعافهم في الحالات الحرجة. يعقبه مربع المديرية العامة الجمارك، ويقوده ضابط فرق خزام أبو بكر الصديق، وهم الذين يقع على كاهلهم حماية الاقتصاد الوطني من الفساد ومختلف الخروقات. ويتقدم الآن باتجاه المنصة مربع القوات الخاصة، ويقوده العقيد دهان محمد لمين، ويتكون من طلبة المدرسة العليا للقوات الخاصة الذين يمثلون العزة في جباهنا والحدة في حرابنا بقلوبهم الطائرة التي لا تهاب الموت، لا بل تتمنى أن يراها الله في ساحل الفداء. وقولي للحاقدين عليك يا نافخ القمر الزاهي ليطفئه، تفنى قواك ولا يدري بك القمر، أو قولي يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. Come on.
والآن تتقدم باتجاه المنصة الشرفية فرقة المزاود التابعة للفوج الأول للتشريفات لقيادة الحرس الجمهوري. والآن ينطلق استعراض الأتاد العسكري، يعتبر تعزيز القدرات الدفاعية من المبادئ الثابتة التي أولتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في السنوات الأخيرة عناية قصوى، وجعلت منه متطلبا عملياتيا في غاية الأهمية، والذي تندرج في إطاره مختلف الخطوات والأعمال التي منفك الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ينفذها بكفاءة واقتدار ضمن مختلف القوات وفي مختلف التخصصات. من هذا المنطلق عمدت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني،
إلى تجهيز قواتنا المسلحة بوسائل ومعدات حديثة تواكب التطورات الحاصلة في الميدان، وإتقان التدريب عليها وجعله في الجيش الوطني الشعبي شرطاً أساسياً لصقل الكفاءات المتعددة وتهذيب المهارات والقدرات بشكل يضمن التكيف السليم مع مقتضيات العصر ومتطلبات المهام بنفوس متحفزة ومشبعة بروح المسؤولية حيال الوطن والشعب. وتتابعون الآن أيها السادة الأفاضل والسيدات الفضليات عرضاً عسكرياً لبعض النماذج من الأسلحة والعتاد الموجود بحوزة الجيش الوطني الشعبي والتي يمتلكها الجيش الجزائري للدفاع عن الوطن، كون الجزائر دوماً تسعى لاستتباب السلم والأمن في العالم وفقاً لما تنص عليه قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. وبداية بسلاح المدرعات، وهو صنف من صنوف القوات البرية ويعتبر القوة الضاربة الرئيسية وأقوى وسائل الصراع المسلح، وتتخصص لتنفيذ شتى المهام في مختلف أنواع العمليات الحربية. بداية نشاهد على يسار المنصة الشرفية تقدم رتل سرية دبابات القتال T-55 المعصرنة، وهي دبابات قتالية مجنظرة مزودة بأسلحة قوية ودرع متين، وتجسيدا للقدرة القتالية والعمليات العالية لقواتنا الجوية والمستوى العالي في مجالات التدريب والتحضير القتالي. يقوم الآن صقور الجو الجيش الوطني الشعبي بتمثيل إسناد وحدات قوام المعركة، ويتكون التشكيل الجوي من 20 حوامة موزعة على عدة أسراب متعاقبة للنقل التكتيكي والدعم الناري والمناورة والبحث والإنقاذ والمراقبة الجوية والحماية المدنية. تتبع هذه الوحدة الفرعية وحدة فرعية أخرى من دبابات القتال T-62، والتي تعتبر دبابة قتال رئيسية مزودة بمدفع IR 115 ملم ورشاش خفيف موازي ورشاش مضاد للطائرات.
تعقبها وحدة فرعية ثالثة من دبابات القتال T-62 المعصرنة، وهي آلية لإسناد الدبابات بالقتال، وتتخصص لتدمير الأهداف خفيفة التدريع والأفراد، مزودة بمدفع A-42 وقاعدتين لإطلاق الصواريخ، كل قاعدة بها صاروخين من نوع كوزيت لتدمير الأهداف ذات التدريع المدعم، مزودة بقاذف القنابل الأوتوماتيكي AG-30 ورشاش خفيف. وفي أجواء منطقة الاستئرار، طائرتان بدون طيار من طراز CH-4B في أجواء الاستئرار، تشاهدون تحليق طائرتين بدون طيار من طراز CH-4B الموجهة لمهام الاستطلاع والمراقبة الجوية وكشف وتحييد الأهداف الثابتة المتحركة بفضل تجهيزاتها الحديثة وأسلحتها المتطورة. طائرة أثبتت من خلال مهامها المنفذة ليلاً ونهاراً قدراتها العملياتية العالية مع ضمان السرعة الفعالية والدقة بتنفيذ المهام الموكلة. والآن أمام المنصة الشرفية وحدة فرعية من دبابات القتال T-72 المعصرنة، وهي دبابة قتال رئيسية تتخصص لتدمير الأهداف المدرعة وخفيفة التدريع، مزودة بمدفع A-42 وطلقت صاروخ موجه OG ورشاش موازي ورشاش مضاد للطائرات ومنظومة لتوليد الستائر الدخانية. والآن تتقدم باتجاه المنصة دبابات القتال T-90، والتي تعتبر من أحدث الدبابات، مجهزة بأحدث التجهيزات ومزودة أيضا بنظام التشويش الإلكتروني، تتخصص لتدمير الدبابات والعربات المدرعة والقوى البشرية المعادية، لديها قدرة عالية على المناورة، مزودة بمدفع IR-125 mm وطلقت صاروخ من طراز انفار وبرشاش خفيف ورشاش مضاد للطائرات ومنظومة للحماية الديناميكية من الصواريخ. وقد أثبتت هذه الدبابة جدارتها في مختلف المناورات.
ونشاهد الآن تقدم آخر للوحدات الفرعية لسلاح المدرعات بي ام بي تي ذات القدرة العالية على المناورة، مزودة بأسلحة قوية وفعالة وأجهزة متطورة لقيادة النيران وبحماية ديناميكية مدرعة ضد الوسائل المضادة للدروع، تناور بجانب المدرعات وتسندها خلال مختلف أنواع القتال في جميع الأراضي وخاصة منها المناطق الحضارية، وهي مزودة بمدفعين A242 ورشاشان موازيان وبقاعدتين لإطلاق الصواريخ الموجهة، كل قاعدة بها صاروخين من نوع أتاكا وبقاذفي قنابل. يلي هذا النوع من السلاح سلاح آخر لا يقل أهمية عن الأول، وهو سلاح المشاة الميكانيكية، حيث نلاحظ الآن تقدم وحدة فرعية بقوام سرية مشاة ميكانيكية على متن العربات القتالية المجنزرة بي ام بي 2، والتي تتخصص لنقل أفراد المشاة ولإبادة القوى البشرية المعادية في العراء وخلف السواتر ولتدمير الدبابات والعربات المدرعة، وهي مزودة بمدفع من طراز A242 ورشاش خفيف وقاعدة لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدروع برق. يليها تقدم رتل وحدة فرعية بقوام سرية مشاة ميكانيكية على متن العربات القتالية بي ام بي 1 المعصرنة الجيل الأول، وهي عربة قتالية مجنزرة لنقل أفراد المشاة ولإبادة القوى البشرية المعادية في العراء وخلف السواتر ولتدمير الدبابات والعربات، وهي مزودة بمدفع من طراز 2A42 ورشاش خفيف وقاعدتين لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدروع برق وقاذف القنابل AG30.
يعقبها تقدم رد وحدة فرعية بقوام سارية مشاة آلية على متن العربات BTR-60، وهي عربة قتالية مدولبة لنقل الأفراد مزودة بأربعة منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع برق، قادرة على اجتياز الحواجز الطبيعية والاصطناعية، سريعة الحركة، تعمل ضمن قوام وحدات المشاة للقوات البرية. يليها تقدم رتل وحدة فرعية بقوام سرية مشاة آلية على متن العربات BTR-80، وهي عربة قتالية مدولبة ناقلة للأفراد مزودة برشاش مركب على البرج، وكذا بمنظومة لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع برق. والآن تتقدم باتجاه المنصة الشرفية وحدة فرعية بقوام سرية استطلاع على متن العربات القتالية Fox 2، وهي عربة مدرعة سداسية العجلات تستخدم للقيام بالمهام الاستطلاعية مزودة بنظام الحماية ضد أسلحة الدمار الشامل، وكذا بنظام تحديد الموقع GPS، بالإضافة إلى منظومة إطفاء الحريق أوتوماتيكياً. ومن أجل زيادة الفعالية القتالية للعربة Fox 2، تم تزويدها بمحطة قتالية نانوك للكشف والرماية يتم التحكم فيها عن بعد، وقد تم تجهيز هذه المحطة بقاذف القنابل الآلي ومدفع رشاش ثقيل وبرشاش خفيف، كما تم تجهيز محطة الرمي بقاذف قنابل الدخان وبجهاز قياس المسافة وكاميرا حرارية للرؤية الليلية وأخرى للرؤية النهارية. والآن نشاهد يسار المنصة الشرفية نماذج من وحدات الإسناد الناري
من مدفعية الميدان والصواريخ. فأمامكم الآن سرية الهاون 120 المكيف على عربة خفيفة لكل الميادين، مما أكسبه المزيد من قدرة المناورة وسرعة الحركة. يمكن استخدامه في مواقع النيران المستورة. يقدم الإسناد الناري السريع لوحدات الالتحام في مختلف أنواع القتال على مسافات الاشتباك القريبة والبعيدة مع العدو. يعقبها سرية الهاون 120 ذاتية الدفع على عربة مدرعة من نوع SM4 تعمل ضمن وحدات الاقتحام للمشاة البحرية والمشاة الآلية. تتميز بالقدرة العالية على المناورة وتحليل المعلومات وسرعة الرمي مع دقة الإصابة النارية. يمتاز بالفعالية لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية المعادية، خاصة المتواجدة على المنحدرات والميول العكسية. وقد زودت العربة برشاش مضاد للطائرات ومطلق للقنابل الدخانية. تعقبه سرية المدفعية المضادة للدبابات MT-12 المكيف على شاحنة مسطحة، مما أكسبه سرعة التحرك وقدرة المناورة في مختلف أنواع القتال. بالإضافة إلى قوته النارية يتميز بدقة الإصابة، ويتخصص لتدمير الدبابات والمدافع ذاتية الحركة والعربات القتالية وكل الأهداف الأخرى المدرعة. تعقبها سرية الهاوتزر 30 المكيف على شاحنة مسطحة، وهو سلاح متميز بإمكانيات نارية عالية، ويعتبر من أفضل أسلحة مدفعية الميدان في العالم. يمتاز بخفة ومرونة المناورة والقدرة على الرمي في جميع الاتجاهات، فهو ذو دقة عالية في إصابة الأهداف والقدرة على الرمي المباشر لمواجهة الدبابات والغير مباشر لتدمير القوى البشرية والوسائل النارية المعادية. أما الآن فتتقدم باتجاه المنصة سرية الهاوتزر ذات الحركة قفوزديخة عيار 122 ملم، وتتميز بالقدرة العالية على المناورة بالحركة وبالنيران. يستخدم لتدمير وإسكات القوى البشرية
والوسائل النارية من دبابات وعربات مدرعة ومواقع المدفعية ومراكز القيادة والسيطرة المعادية. تعقبها سرية الهاوزر ذات الحركة أكاسيا عيار 152 ملم، وهو سلاح ذو أهمية نارية هائلة يستخدم لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية ومراكز القيادة والسيطرة المعادية، وله القدرة على العمل في مختلف ظروف المعركة. أما الآن فتتقدم باتجاه المنصة الشرفية سرية مدفعية ذاتية الحركة مكونة من الهاوتزر PLZ-45 مركب على هيكل مجنزرة آلية ثقيلة، ويتميز بدرع قوية للحماية من الشظايا والأسلحة الخفيفة وقذائف المدفعية، وهو مزود بأنظمة حماية من الأسلحة البيولوجية والكيماوية والمواد النووية، يستخدم لتدمير سرايا المدفعية بعيدة المدى والمدفعية الصاروخية وتدمير وإسكات مقرات السيطرة ووسائل الحرب الإلكترونية وتدمير احتياطات ومؤخرات العدو. تعقبها سرية المدفعية الصاروخية BM-21، والتي تعتبر سلاح ذو قدرة قتالية عالية، تعمل في جميع الظروف المناخية، ذات قوة نيران ومدى رمي كبيرين، ولها القدرة على المناورة بالنيران والحركة، مما يسمح لها بتأدية المهام المسندة بنجاح. وتتقدم أمامكم الآن سرية المدفعية الصاروخية SR-5 متعددة المهام، تتميز بالفعالية والقدرة النارية الكثيفة والدقيقة مع ميزة سرعة الحركة والمناورة في مختلف مسارح القتال. هذا السلاح الذي أضاف المزيد من القوة للإمكانيات النارية لوحدات قوام المعركة لقواتنا البرية، ويمتاز بفتح النيران الكثيف والمركز
ويتخصص لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية المعادية في مناطق التحشد. يعقبه تقدم سرية المدفعية الصاروخية سمرش بيام 30، والتي تعتبر سلاح فعال ذو قدرة قتالية عالية، يعمل في جميع الظروف المناخية، ذو قوة وكثافة نيران ومدى رمي كبير، يتميز بالقدرة التدميرية الهائلة للتجمعات المعادية في العمق وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية المعادية في مناطق التمركز وأثناء المسير. وتمر أمام المنصة الآن سرية القاذف، والتي تم تصميمها على هيكل دبابة T90، وهي سلاح فعال ذو قدرة قتالية عالية، تعمل في جميع الظروف المناخية. من مهامها تدمير الوسائل النارية والعتاد المعادي وتخريب التحصينات وتدمير وإسكات القوى البشرية المتواجدة في العراء وفي الملاجئ. والآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع التأمينات القتالية، وهو سلاح الدفاع الجوي بأنواعه من مدفعية وصواريخ مضادة للطائرات، والتي يمتلكها الجيش الجزائري للدفاع عن الوطن، كون الجزائر تسعى دوماً لاستتباب السلم والأمن في العالم وفقاً لما تنص عليه قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. وبداية تتقدم الآن الشاحنات المزودة بالمدافع الثنائية المضادة للطائرات من عيار 23 ملم، وتتخصص لتدمير الأهداف الجوية المحلقة على الارتفاعات المنخفضة والمنخفضة جداً، وكذا تدمير الأهداف البرية خفيفة التدريع. وتتقدم الآن السرية المضادة للطائرات والمتمثلة بالعربات القتالية ذاتية الحركة شيكا، والتي تتخصص لحماية الوحدات الصديقة الأرتال أثناء مسيرها والمنشآت الثابتة من هجومات العدو الجوي على ارتفاعات حتى 1500 متر، وكذلك يمكن أن تستخدم لتحطيم الأهداف الأرضية والآئمة والثابتة. ويوجد من ضمن تشكيل هذه السرية عربة شيلكا معصرنة مزودة بمنظومة الصواريخ أرض جو صاعق.
والآن أمام المنصة الشرفية، سرية العربات القتالية المضادة للطائرات فونزير S1، وتتخصص هذه المنظومة لتدمير الطائرات والحوامات والصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار التي تحلق بسرعة حتى 1000 متر في الثانية. وتتقدم الآن باتجاه المنصة الشرفية منظومة الصواريخ أرض جو متوسطة المدى بوك، متعددة القنوات، ذاتية الحركة، ذات قدرة عالية على المناورة، ومجهزة بوسائل مصممة لمواجهة المواقف الراديو إلكترونية المعقدة. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، من على يسار المنصة تتقدم وحدات من القوات البحرية في تشكيل استعراضي، تتقدمهم الغواصة الونشريس، تتبعها الغواصة جرجرة، غواصتان من اللواء البحري 21 للسفن الغواصة، مفخرة أسطولنا البحري وقوته الضاربة، تحمل أسماء جبال كانت بالأمس دروعاً احتمى بها مجاهدون ولقنوه دروساً في الوطنية ونكران الذات، لتكون هذه الغواصات اليوم درعاً يصطدم به غرور كل من تسول له نفسه المساس بحرمة هذا الوطن الغالي، إذ أن هذا النوع من الغواصات القاذفة للصواريخ يمتلك قدرة نارية كبيرة، يمكنها بالإضافة إلى مهامها المتمثلة في تدمير الغواصات والسفن الحربية المعادية باستعمال التوربيدات والصواريخ طويلة المدى بحر، يمكنها أيضاً وخاصة إصابة أهداف برية في عمق إقليم العدو بصواريخ بحر ذات تبديل المحيط على مسافات كبيرة وبدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة. أما الآن فتتقدم باتجاه المنصة الشرفية منظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى S300، وهي من المنظومات القديرة في العالم في ميادين الدفاع الجوي، فهي فضلاً عن قدرتها على صد وتدمير الصواريخ الباليستية ومختلف الطائرات، فإنها مجهزة برادارات قادرة على تتبع 100 هدف ومتابعة والتقاط وتدمير 6 أهداف في نفس الوقت. تتقدم أمامكم الآن سفينة القيادة ونشر القوات قلعة بني عباس، قلعة من قلاع الجزائر المنيعة. يمكن لهذه السفينة حمل عدد من الحوامات ثقيلة كانت أو خفيفة والعشرات من العربات، يمكن استعمالها كمركز قيادة محمول لإدارة العمليات البحرية، ويمكنها نقل مجموعات من مغاوير البحرية بتجهيزاتهم وعتادهم الخاص بما في ذلك زوارق الاقتحام السريعة لتنفيذ عمليات بحرية خاصة على غرار عمليات المنع البحري واقتحام السفن. كما يمكن لهذه السفينة نقل أفراد مشاة ميكانيكية بعتادهم وإبرارهم على شواطئ غير مهيئة، يمكنها القيام بإسناد عملياتي للقوات العاملة في الاتجاه الساحلي
مستعملة أنظمة مدفعية وأخرى مضادة للتشويش وأنظمة صواريخ مضادة للطيران، كما يمكنها ضمان الإسناد اللوجستي للسفن المشاركة في العمليات البحرية بما في ذلك الشق الطبي، كما تمكنها قدرة استيعابها الكبيرة المشاركة في المهام الإنسانية لإجلاء السكان من المناطق الساحلية التي تعرضت للكوارث الطبيعية والتكفل بهم صحياً. الآن أمام المنصة الشرفية وحدات الإسناد الناري من مدافع وصواريخ مضادة للدبابات، حيث تتقدم فصائل العربات الخفيفة لكل الميادين المزودة بالمدافع عديمة الارتداد SPG-9 وبقواعد إطلاق الصواريخ برق، والتي تتخصص لتدمير الدبابات والأهداف المدرعة والقضاء على القوى البشرية المعادية المجتمعة. تليها فصيلة العربات القتالية BRDM-2 المزودة بقواعد إطلاق الصواريخ المضادة للدروع كونكورس، تتقدم فصائل العربات الخفيفة لكل الميادين. في المقدمة العربات المزودة بالرشاش الخفيف، يليها مباشرة العربات المزودة بالرشاش المضاد للطائرات، ثم العربات المزودة بالرشاش KPVT، وفي الأخير العربات المزودة بقاذف القنابل AG-30. تبحر أمامكم الآن وبكل فخر واعتزاز الفرقاطة الرادع من القسم البحري للفرقاطات المتعددة المهام، عنوان القوة والشراسة، قدرتها القتالية العالية تمكنها من كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية العائمة منها والساحلية والأهداف التحتمائية وكذا الأهداف الجوية، مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة لصواريخ طويلة المدى مضادة للأهداف السطحية وتوربيدات وصواريخ مضادة للطيران، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية لعيارات مختلفة ورشاشات ثقيلة وقنابل تحتمائية، تحمل على متنها حوامتان قتاليتان ببدائل مختلفة مضادة للسطح بإمكانها توجيه ضربات صاروخية ضد السفن المعادية بصواريخ جو بحر ومضادة للغواصات، قادرة على كشف وتدمير الغواصات بضربات توربيد انطلاقا من الجو. وتتقدم الآن باتجاه المنصة الشرفية العربات الخفيفة المدرعة لكل الميادين TDE-110، وتستعمل هذه العربات لنقل الأفراد، مصممة للسير في المناطق الوعرة بنظام الدفع الرباعي وكذا في قتال المدن ودوريات الاستطلاع، ومزودة ببرج للرمي وطاقم من 6 أفراد. يليهم تقدم العربات الخفيفة القتالية هامر المصممة للسير في المناطق الوعرة والصحراوية، ثم عربة نمر-2، وهي عربة خفيفة مدرعة لنقل الأفراد مصممة للتنقل في مختلف التضاريس والمناطق الوعرة. يليها الآن عربات رباعية الدفع مدولبة مراب، يعقبها منظمة سلالم الاقتحام، وتعتبر من أحدث المنظومات التي أثبتت فعاليتها في الميدان. في هذه الأثناء نشاهد مجموعة من أفراد النخبة من القوات الخاصة الذين ينفذون بكل احترافية واقتدار
قفزاً بالمظلات، وكلهم فخر واعتزاز بحمل الألوان الوطنية التي تزدهي بها الآن سماء جزائر التاريخ المجيد والعهد الجديد. يتبع الفرقاطة الغرابان المتعددي المهام، على الميمنة الغراب الظافر، وعلى الميسرة الغراب الفاتح، من اللواء البحري 51 للغرابات. هذه الوحدات المهابة لا تقل قوة ولا شراسة عن سابقتها، إذ أنه بإمكانها هي كذلك كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية والتحتمائية، وكذا الأهداف الجوية، مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة لصواريخ طويلة المدى مضادة للأهداف السطحية والتوربيدات، وصواريخ مضادة للطيران، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية لعيارات مختلفة ورشاشات ثقيلة وقنابل تحتمائية تحمل على متنها حوامة قتالية ببدائل مختلفة حسب المهمة المسندة، مضادة للسطح أو مضادة للغواصات. والآن يتقدم باتجاه المنصة الشرفية أحد التأمينات القتالية، وهو سلاح هندسة القتال. فبداية نشاهد مرور العربة القتالية المدرعة المدولبة OT-64، والتي تستعمل لنقل حظيرة قتال هندسية مع منظومة فتح الثغرات عن بعد، وهي عبارة عن حشوة متفجرة تقذف بواسطة محرك صاروخي لفتح الثغرات في حقول الألغام. تليها تقدم دبابة نصب الجسور MTU-20، يليها عربة فتح الطرقات EMR-3، تتقدم أمامكم الآن وراء الغرابين السفينة المدرسة الصمام، اسمها مخلد لإحدى همات محطات الثورة التحريرية المظفرة. فمنذ دخول هذه السفينة الخدمة ساهمت في إعطاء منظومتنا التكوينية دفعة قوية، حيث دأب طاقمها وإطاراتها على تكوين تطبيقي نوعي لطلبة الضباط إطارات وقادة المستقبل. ويتقدم الآن باتجاه المنصة الشرفية بعض النماذج من المحطات الرادارية ومحطات التشويش المستعملة لدى الجيش الوطني الشعبي، حيث تمر الآن محطة رادار أرضي لتتبع المقذوف 1L-260، وتتخصص لتصحيح رمايات المدفعية. تليها محطة رادار كاستا 2O2، وتتخصص لكشف وتحديث الأهداف الجوية. ثم محطة التشويش على أنظمة الملاحة الجوية. ثم محطة التشويش اللاسلكي التقني، ومحطة رادار متوسطة المدى. تبحر أمامكم الآن السفينة المضادة للغواصات رئيس قورسو من اللواء البحري 22 للسفن الدعم والحماية، صائدة الغواصات المهابة والمخشية، حيث يضمن هذا النوع من السفن مهام البحث والكشف وتدمير الغواصات المعادية. أما الآن فيمر على ميمنة السفينة المضادة للغواصات الغراب قاذف الصواريخ رئيس بربيار، منتوج وطني تم بناؤه بكفاءات وسواعد جزائرية على مستوى ورشات مؤسسة البناء والتصليح البحريين. ونشاهد الآن تقدم بعض النماذج من العتاد اللوجستي، والذي لا يقل أهمية عن بقية ما ذكر سالفاً. كما تتقدم أمامكم الآن سفينة الإنزال والدعم الإمدادي
قلعة بني راشد من اللواء البحري 52 لسبل الإسناد، قلعة أخرى من قلاع القوات البحرية الجزائرية البنيعة. من مهامها الرئيسية نقل وإبرار المشاة على الشواطئ، استرجاع المغاوير من الشواطئ المعادية. تليها تقدم السفينتين كاسحتي الألغام كاسح واحد وكاسح اثنين، إذ علمتنا الحروب المعاصرة أن الاستعمال الواسع للألغام البحرية يلحق أضراراً كبيرة ليس للسفن الحربية فحسب، بل أضراراً تصل حتى المساس باقتصاد الدول وبأمنها الغذائي، إذ أن هذا النوع من السفن الحربية الذي أضحى لا غنى عنه كونه يمثل مكمن قوة للأسطول. والآن تتقدم أمام المنصة الشرفية أربع شاحنات، شاحنتان مسطحتان رباعية الدفع وسداسية الدفع، تليهم شاحنة ورشة لتصليح الكهربائي وشاحنة أخرى للميكانيك العامة، ثم شاحنة ورشة لتصليح الدبابات مع شاحنة سهريج ثمانية الدفع. ثم شاحنة إخلاء وزن ثقيل ثمانية الدفع وشاحنة صهريج ثمانية الدفع أيضا، وأخيرا تقدم شاحنة رافعة مدرعة سداسية الدفع مع شاحنة جر وإخلاء. هذه بعض النماذج من الأسلحة التي يمتلكها الجيش الجزائري للدفاع عن الوطن، كون الجزائر تسعى دوما لاستتباب السلم والأمن في العالم وفق ما تنص عليه قوانين ومواثيق الأمم المتحدة. ولتكتمل الصورة ولإبراز دور قواتنا البحرية في مجال الخدمة العمومية، تتقدم أمامكم جنبا إلى جنب قاطرتي أعالي البحار المساند والمنجد، رمز من رموز عزة الجزائر ووفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية المصادق عليها. إن هذا النوع من السفن، والذي تعتبر الجزائر من الدول القليلة التي تمتلكه، يمكنها من الوفاء في حدود منطقة المسؤولية بالتزاماتها في مجال البحث والإنقاذ في البحر ومساندة السفن. ونشاهد الآن مربع دراجين ناريين للدرك الوطني بقيادة المقدم عيسان محمد كمال، والمتخصصين في الأمن المروري يتكفلون بتأمين شبكة الطرقات خاصة في المناطق الريفية والشبه الحضارية من خلال التوعية الوقاية والتحسيس لمستخدمي الطريق بتواجدهم باستمرار عبر شبكة الطرقات لتسيير وتسهيل حركة المرور والسهر على تطبيق قانون المرور لضمان السلامة لمستعملي الطرقات والحفاظ على ممتلكاتهم والحد من حوادث المرور. إن الأمم تخلد بتاريخها، والتاريخ يخط بأنامل صانعيه، والصناع رجال أخلصوا فأبدعوا، والإبداع صعب الميراث، لا يروضه إلا ذو الهمم السامية والأنفس التواقة التي انمحت من قاموسها كلمة مستحيل. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في هذه اللحظات ترفع السفينة الشراعية المخطاف وتطلق أشرعتها مبحرة، وعلى متنها الطلبة الضباط للمدرسة العليا البحرية الذين أبوا إلى أن يؤدوا لكم التحية قبل انطلاقهم لتنفيذ الحملة التدريبية. صيف 2022 تجوب خلالها لؤلؤة القوات البحرية
البحر الأبيض المتوسط وترسو بعدد من موانئه. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يفتتح النسق الثالث للعرض الجوي، أين تقوم تشكيلات لصقور الجو بتجسيد مرحلة السيادة الوطنية، حيث يتقدم أمامكم تشكيل لثلاث طائرات للقوات الجوية الموجهة لمهام الدفاع والاستطلاع الجوي والجمع الإلكتروني من طراز ميج 25 في تنسيق وانسجام عمليات عالٍ. يتم تنفيذ هذا العبور باحترافية عالية، طراز راقي من التنسيق المحكم بين هذه الوسائل الجوية والاحترام الدقيق للارتفاعات والسرعات المحددة. باحترام المسافات وتوقيت الظهور، يتقدم تشكيل لثلاثية من الطائرات المقاتلة للدفاع الجوي ميك 29 الموجهة لضمان أهام السيطرة الجوية، المطاردة والدعم التكتيكي للقوات بفضل قدرتها الاستيعابية وخصائصها العملياتية وتفوقها في القتال الجوي القريب. يؤديها صقور الجو بأعلى قدر من الكفاءة والاحترافية لتعزيز حصن الحماية الجوية للأجواء السيادية الوطنية واستكباب مقومات الأمن والسلم في العالم وفقاً لما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة المعتمدة. في أجواء الاستعراض سيقترب سرب الهرم القتالي مكون من ثمان طائرات للإسناد والتوغل سوخوي 24 الموجهة لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة والدعم الجوي للقوات، لتزرع في أنفسنا الإحساس بالفخر والاعتزاز عبر أصوات محركاتها النفاثة. ينفذها أسياد الجو بنفسية متحفزة بحس الواجب الوطني، عاقدين العزم أن يظل الدرع الواقي والعين التي لا تنام لحماية وطننا المفدى.
يختتم العرض الجوي بعبور سربل 8 طائرات مقاتلة للدفاع الجوي من الجيل الرابع من طراز سوخوي 30 ضمن تشكيل الجناح التكتيكي الجوي القتالية لتجسيد قوة الردع الرهيبة لهذا المجمع القتالي. يجسد هذا العبور قدرة طائراتنا على المناورة وتحقيق التفوق الجوي، فحماكم الله يا نسور الجزائر، أنتم سادة الجو، دروع الوطن، فلا راية تعلو فوق رايتنا في هذا البلد الطاهر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، نهاية مراسيم الاستعراض، اللواء سيدان علي المشرف العام على مراسم الاستعراض. إذن كانت هذه أجواء الاستعراض العسكري لمختلف التشكيلات العسكرية والأسلحة بمختلف أنواعها لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي أشرف عليها وتبعها رئيس الجمهورية من المنصة الشرفية رفقة ضيوف الجزائر من رؤساء وقادة من مختلف الدول. نذكر أنه بالأمس
كان قد هنأ أيضا الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال، أين بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم السبت رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال. أيضا أشار الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته إلى الدور الهام والنشط التي لعبته الجزائر ولا تزال تلعبه في